احنا نمثل ازاي العربي مالنا؟ واحنا مجتمع يعني اكيد محافظ، فيستوجب هذا اللبس. انا طورت نفسي من اكيد من رحم المعاناة، صار عندي حدث بحياتي واشتغلت على نفسي كثير مع الدعم الاهل اكيد، والحمد لله سنة بعد سنة اتطورت الفكرة، سنة بعد سنة قمت انا ادعم نفسي، الاهل يدعموني لما وصلت لهذا هذه المرحلة. انا مغرمة بالزي العربي، فاشتغلت عليه كثير وحبيتون كثير، والمجتمع همين ايضا حبوا كثير، فلهذا انا ظليت على هذا الشغل مالي. هذه قلابية اعتيادية مال البيت، هذا بينصل احنا نسمينه اضافة الى بشت في قانو، وهذا هم كذلك. كان بالبداية التقبل جدا صعب من الاهل، من الاصدقاء، من الشارع والمجتمع ايضا، لكن بعد فترة ضروري ان يتقبلون هذا الشيء. بال الناس كثير واسع لان الشغل مميز ويمثل منطقة مالتنا. يعني انا اصولي يرجع قبل يعني بدو، فانا لي يعني رغبة بهذا الشيء، احبه يعني، احب الديكور العربي والديزاين هذا العربي.